مرحبا أصدقائي صديقاتي، وياكم إيهاب من قناة إيهاب فتنس، القناة العربية للرشاقة والرياضة ووصول أهداف ولقهر السمنة بطريقة علمية وصحية وصحيحة. بهذا الفيديو هي مقابلة مع أحد المتدربين وياي اللي هو دكتور تبارك، وصل إلى نتائج كبيرة جدا جدا، تغيرت حياته، بدأ رحلته، وزنه كان 122 واليوم وصل 88 كيلو. بهذا الفيديو حتشوفون الطريقة، حتشوفون الصور، وحتشوفون تفاصيل كثير مهمة. إذا أول مرة تجون بالقناة سووا سبسكرايب حتى تكونون جزء من هذا الفريق الناجح اللي دا يوصل أهدافه. طبعا دكتور تبارك عمره 29 سنة، هو طبيب أسنان، العمل ماله بين عدة محافظات، يعني يسافر بصورة يومية غير مستقر. التحديات اللي تواجهه بسبب عمله كثيرة جدا جدا، لكن هو أصر، عنده إرادة، عنده التزام، وحاول يغير من نفسه مهما كان الثمن، لكن بطريقة صحية. أنا كمدرب فخور بي جدا جدا، مو فقط كمدرب بل كصديق، لأن أنا كل الناس اللي تدرب وياي وأشرف عليهم غذائيا ما أعتبرهم متدربين فقط، بل أعتبرهم أصدقاء، وأنا فخور بي جدا جدا. خلنا نسمع شوية منه عن صحته. عليكم، اسمي تبارك علي الزبيدي، عمري 29 سنة. طبعا رحلة خسارة وزني بدت فكرتها من الشهر الواحد سنة 2018. قبلها واجهت هواية مشاكل على مستوى الصحة، على مستوى آلام الظهر، على مستوى النوم، أثناء النوم كنت ما أرتاح، إضافة إلى كل العادات السيئة اللي تخص نوعية الأكل اللي كنت أكله. الحمد لله حاليا إذا نحكي على القياسات مثلا مال الملابس، إذا نحكي على الحركة، إذا نحكي على الصحة العامة، كلها طبعا اختلفت. أنا سويت قبل لا أبلش فحص للدهون، وقبل تقريبا أسبوعين سويت ايضا فحص للدهون ثاني، كل الارقام نزلت تقريبا الى النص، الى الثلث والنصف. هذا كان يعني تطور كبير جدا بخصوص موضوع الصحة الطبية الخاصة بي. يعني مثل ما احنا نقول شباب بنات، وضع الوزن هو ليس فقط نزول الاوزان او حرق الدهون، الجانب الصحي وجودة الحياة هو الشيء الاهم. خلي نشوف شلون بدأ الخطوات الأولى بأنه يخسر وزنه من 122 كيلو وإلى وين وصل وشون بدأ. وقت ما قررت القرار هذا كان وزني 122. بعدها كانت فكرة أن أخذ هذا القرار هو البداية فقط، ووضعت خطة عمل على مود حتى أقلل من وزني. طبعا حالي حال كل الناس، اتبعت اللو كاربز اللو كالوري دايت، حتى شنو انه اوصل لهالموضوع، على ان اوصل الى الهدف، وراها اروح للجيم اسوي الكارديو. اكتشفت ضعفت طبعا عليه، نزلت تقريبا الى وزن 108 بس على مستوى 5 اشهر. اكتشفت وراها انه انا مدى ينزل وزني. طبعا مثل اغلب الناس، اذا مو كل الناس، لما يبدون بهذه البداية اللي هي نقطع الكربوهيدرات، نقطع الرز، نقطع 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 ونسوي كارديو، نزيد الكارديو. احنا من بدينا وبديت اسوي النظام الغذائي التبارك، كان هو واصل بلاتو اللي هي مرحلة توقف نزول وزن، وهاي كلنا احنا، كل شخص عنده اوزان كبيرة يحاول ينزلها حيوصل التوقف نزول الوزن. بالمناسبة البلاتو مو بس فقط للناس اللي ينزلون وزن، حتى الناس اللي يردون يضيفون عضل، يردون يزيدون وزن، في مرحلة ما جسمهم حيتعود وحيتوقف. خلي نسمع من تبارك شنو احنا سوينا حتى نكسر هذا الثبات بالوزن. بالاخير شخص ما، صديقي ضياء، نصحني، قال لي انه انت لازم تاكل حتى تضعف. كانت هذه المعادلة شوية غريبة كانت بالنسبة لي، وغريبة لهواية من الناس. فطبعا انا متابع الكابتن إيهاب صار تقريبا فوق السنة، من بداية الرحلة بديت ادور واتابع وشفت أفكاره تناسب ما أنا أطمح إليه. فبذاك الوقت قررت أن أستشير كابتن إيهاب، لأن شفت بهواية من فيديوهاته يطرح نفس الفكرة أنه لازم ناكل صح حتى نضعف. فبدأت الاستشارة واستشارت الكابتن إيهاب، وكابتن إيهاب أبدا ما قصر. من ذاك الوقت كان وزني 105-106. بلشنا على هذا النظام. النظام كان يختلف تماماً عن كل نظام أنا متابعه. كان عبارة عن أول مرة كنت أشوف نظام
يحتوي على كل أنواع الأكل، منها الدهون الصحية، منها الكربوهيدرات، منها حتى كان أنه الهدف من هذا البروغرام، من هذا النظام، أنه أعيش حياتي طبيعي وما أحرم نفسي من أي شيء. كانت هنا الفكرة. على ضوء هذا بدل وزني يستجيب تدريجيا. طبعا أول نظام كان عندي النزول بطيء تقريبا من 100 إذا نحكي على الوزن، يعني من 105 إلى 101 تقريبا. طبعا الفكرة صارت أنه كابتن إيهاب أصر، أنه كانت عنده الفكرة اللي أنا صراحة جدا معجب بها، أنه أبدا ما أعتمد على الميزان بتقييم العمل أو تقييم خطة العمل حتى أقدر أوصل إلى الهدف مالتي. كانت الفكرة أنه لازم أوصل للهدف بالطريقة الصحيحة وليس بالطريقة الغير صحية. نانا كانت الفكرة. فبلشنا شيء جديد، فكرة جديدة. كل النظام اللي طرحها الكابتن إيهاب مشكورا طبعا على مساعدته إليه. بالنظام الثاني غيرنا هواية من الأمور، استفادينا من أول نظام. نزلت تقريبا من 101 إلى حد ما هو نزل قبل كم يوم صورة، كنت 91 اليوم. طبعا هو يوم الوزن، الحمد لله وزني 88.5. هذا ال 88 طبعا مو بس على الوزن، على المقاييس القياسات اللي كان جسمي موجودة بجسمي. طبعا القياسات عندنا مثلا الخصر من يوم اللي بديت اللي هو كان بالشهر التاسع كان قياس خصري 106.5. اليوم يعني على آخر شيء كان 96 واليوم نزل أكثر. قياس بطني كان 113. تعلمت أنه كل أسبوعين هذا القياس هو المعيار اللي أني أتبعه بهذا الموضوع. وصلت مرحلة أنه لما قررت هذا القرار النزول الصحي وصلت إلى مرحلة الإدراك بأهمية الصحة والأكل الصحي الجسمي، أنه قام كل الأكل اللي أشوفه قدامي قام يصير عندي وتل نقدر نسميه الوعي بأهمية المحافظة على الصحة. مثل ما شفتوا أصدقائي صديقاتي، أنا الناس اللي أشرف عليهم التغيير يكون مستمر وإن كان تدريجي، ربما تغييرات بسيطة بالتمارين ويا قصة تبارك. مثل ما سمعتوا رجعت له الكربوهيدرات، زيدت له أكله، طريقة سويت له سبليت تمرين خلال الأسبوع، يعني هو يتدرب 5 أيام وزنت له بين الكارديو وتمارين المقاومة، اتبعنا طريقة معينة بالتكرارات، طريقة معينة بدفع الأوزان، غيرناها عن الطريقة اللي كان يستعملها قبل، فجسمه قام يتجاوب. والشيء ويا تبارك مو بس فقط القياسات، مو بس فقط الأوزان اللي انتو هسه شفتوها بالتسجيل، لكن صحته وقوته وأداءه بالجيم تغير جدا. وش الله المهمة هسه تبارك دائما هو يكتب لي دائما يروح يشتري ملابس جديدة، لأنه ملابسه القديمة كلها بعد قام ما تجي عليه. فالآن هو يعني يقضي وقت بالتسوق حتى يجيب ملابس ملائمة الوزن الجديد. أنا فخور جدا بيك تبارك، وفخور بكل المتدربين وياي، وفخور بكل متابعين قناة إيهاب فتنس اللي هم أنتوا أصدقائي صديقاتي، فريقنا اللي تحاولون تطورون من نفسكم، تحاولون توصلون لأهدافكم إذا كانت صحية، إذا كانت علمية، إذا كانت أي شيء عندكم. إن شاء الله إحنا نبقى مستمرين بهاي الطريقة نوصل لأهدافنا. وقبل ما أودعكم وأقولكم يومكم عسل، خلينا نسمع رسالة تحفيزية من تبارك. أحبكم كلكم وأشوفكم بالفيديو الجاي، ونسمع من تبارك. نهاية الفيديو أحب أشكر كابتن إيهاب على كل شخص ساهم ولو كلمة أنه تشجيعا أنه أوصل إلى هذه الخطوة. وهذا كان الهدف، أنه أنا أوصل نهاية السنة أكون خاسر، أوصل الهدف أنه أنا خاسر هذا كل الوزن الزايد اللي عندي، وإن شاء الله مستمرين أكثر وأكثر. وأوجه نصيحة للكل أنه لما تخلي القرار لازم تخلي الخطة الصحيحة، ولازم تكون تطلعاتك دائما إلى السماء، لأن بذاك الوقت راح تقدر تحصل كل هدف تريده بالطريقة الصحيحة. شكرا جزيلا.